إذا حضرت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تصلي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ في خلاف العلماء، منهم من قال تقضي ومنهم من قال لا تقضي، ومنهم من قال إذا ضاق الوقت، إذا أخرت ضاق الوقت فقد فرطت فعليها قضاء. إن كان جاء العلم في أثناء الوقت أو في أول وقت فلم تفرط، فالأقرب أنها لا تقضي إلا إذا كان فرطت، يعني ضيعت الصلاة أخرتها ضاق الوقت، هذه تقضي على كل حال. أما إذا كان ما فرطت ولكن جاء الحج في أثناء الوقت وغير مفرطة فالأمر في هذا واسع، إن قضت كما قال بعض العلماء فلا بأس، وإن لم تقضي فلا حرج إن شاء الله لعدم التفريط. عجوز كبيرة، لكن إذا جاء الحيض إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال. إذا طهرت في العصر فإن صلي الظهر والعصر جميعا، طهرت في العشاء صلي المغرب والعشاء جميعا. أفتى بهذا ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة وجماعة آخرون من العلم، لأنها دخلت في الوقت فتصلي، إذا طهرت في العصر تضم إليها الظهر، لأنهما وقتان كالوقت الواحد عند العذر، وهكذا طهرت في العشاء تضم إليها المغرب وتقضيهما جميعا لأنهما وقت واحد للمعلوم.